مفيش حد يدعمني، مفيش حد ايه يطلعني على الشاشة. بتوع المهرجانات مؤدين المهرجانات بدأوا غلط. احنا عاملين زي العمي بنقلد وخلاص، ما احنا بيدونا السم في الشربات. طبعا بشكر الاستاذ احمد امين، وبشكر كل السادة القائمين على مهرجان نبتة في العالمين الجديدة. مهرجان تحفة في كل حاجة، كل ما يخطر على بالك في المهرجان، الشعر والأدب والغنى والفن والموسيقى وكل حاجة. أنا هبعد بقى عن المسرح وهتكلم على نادر أبو الليف اللي الناس بتحبه واللي أغانيه أصبحت يعني تراث الأغنية في مصر. نادر بتقدم أغاني كتيرة جدا حلوة الأيام اللي فاتت، ولكن ما حققتش نجاح زي كينج كونج وزي ما بقاش عنده ثقة في حد. لو اتكلمنا عن السبب ممكن نقول إيه؟ السؤال ده جميل قوي، انا بحييك يا حسام والله. هقول لحضرتك ليه. اول ما طلعت في 2009 بالبوم ابو الليف كينج كونج، كان معايا 5 قنوات، كان معايا شركه معاها 5 قنوات، فكانوا كنت تفتح اي قناه بتلاقيني فيها. ده حقيقي مظبوط. النهارده مفيش قنوات، قفلت القناه، الشركه اللي معايا قفلت، فمفيش قنوات معايا، مفيش دعايه، مفيش سبونسر معايا، مفيش حد يدعمني، مفيش حد ايه يطلعني على الشاشه. انت اكتفاء ذاتي دلوقتي، انت اللي بتشغل نفسك وانت اللي بتجري هنا وبتجري هنا وبتجري هنا وبتجري هنا، فطبعا بتبقى الموضوع صعب. فاهمني؟ في ناس كتير خدت الاتجاه الاسهل، عندهم تاريخ وعندهم اغاني، الاغاني دي اصبحت تراث، فبداوا ان هم يعملوا اغاني دويتو مع مؤدين المهرجانات. ليه ما فكرتش ان انت تعمل ده، ولا شايف ان ده مش سكتك او مش طريقك؟ لا بص اقول لك حاجه، انا ما بحبش جو المهرجان، انا لان انا بغني، ف يعني ما حبيتش ان انا اخش في الحته دي. ده شفنا مؤخرا ايهاب توفيق عامل مهرجان مع مطرب، كل واحد حر في حياته وفي طريقه وفي غناه وفي طريق اسلوبه وراحته، ده ماليش فيه. لكن انا ما بحبش جو المهرجان نهائي ولا احب اسمعه. كنت بتناقش مع حد كده يعني من كبار ملحنين المزيكا في مصر عن المهرجان، فعايز اسالك سؤال بخصوص الموضوع ده. زمان كان شكوكه بيتهاجم، وكان عم احمد عدويه بيتهاجم طبعا، ودلوقتي اصبحت اغانيهم يعني هي تراث الاغنيه الشعبيه في مصر. فلكلور. فهل من الممكن بعد 50 سنة لقدام، زي ما المهرجان بيتهاجم دلوقتي، بعد 50 سنة لقدام يصبح تراث الاغنيه الشعبيه في مصر؟ بص هقول لك حاجه، هم بداوا غلط. بتوع المهرجانات مؤدين المهرجانات بداوا غلط، فمن بني على باطل فايه فهو باطل. الكلمه اللي كانوا بيختاروها في جوه المهرجان عشان يقولوها ما ينفعش ان انا اسمعها لبنتي او لمراتي او لاختي او لامي، او ما ينفعش. فده بداوا غلط، فدخلوا السكه غلط. عارف لو عملوا كلام حلو على جو الموسيقى بتاعتهم المهرجانات بتاعتهم، اوكي انا ارفع لهم كنت القبعة واسمع، ليه لا. انما اللي بيتقال جوه حاجة يعني لا تصلح، ما ينفعش. احنا الايام اللي فاتت بنشوف حاجات كتيرة جدا لا تصلح وما تنفعش على السوشيال ميديا وفي الاغاني اللي بتتقدم. مش هتكلم على الاعمال الدرامية والسينما عشان بدأت تتطور بشكل كبير، ولكن هتكلم على السوشيال ميديا. طلع ترند الايام اللي فاتت هو ترند المساكنة قبل الزواج. نعم، مساكنة قبل الزواج. بمعنى يعني قبل الزواج بيبقى فيه مساكنة يشوفوا. ايه المساكنة؟ يعني ايه مساكنة قبل الزواج؟ يعني علاقة قبل الزواج. ده طلع ترند على السوشيال ميديا. احنا بلد اسلامية حضرتك، احنا بلد اسلامية، اللي بتقوله ده اكبر خطأ واكبر حرام واكبر عيب. ان انت كبني ادم مسلم تمام ومتدين وعارف قيم واخلاق ومبادئ ودين واسلام، ان انت تقول كلام زي ده او تتناقش في كلام زي ده. فرحان ان انت بتقول كده؟ لا مش فرحان، ده بتكلم بجد. انا فرحان ان انت بتقول كده عشان الناس تفهم الكلام ده. لا الكلام ده غلط طبعا، ما يتقالش كلام اصلا. انا عايز الناس تفهم الكلام ده. احنا الناس ايه بقى؟ الناس عارفه ان في دين وفي ربنا وفي حساب. احنا لازم نناقش كل الحاجات المثيره للجدل. لا مش كل حاجه، مش كل حاجه تتناقش عشان خاطر الناس تعرف ايه الصح والغلط. يا سيدي الفاضل، مش كل حاجه تتقال. احنا عاملين زي العمي بنقلد وخلاص، فاهم؟
الجيل اللي طالع دوت لما تفتح حاجه زي كده النهارده، لا انت بتلفت انتباهه. ما انا عايز اعرف الافكار اللي بتيجي للناس دي بتجيلهم من ايه؟ من بره. ما احنا بيدونا السم في الشربات. لو قلت ايه اللي انت بتختلف عليه في السوشيال ميديا او في المجتمع بشكل عام من اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا، ممكن نقول ايه؟ انا بص، انا مش متابع للسوشيال ميديا جيد، يعني انا بفر كده وخلاص، يعني ماليش في السوشيال ميديا كمان اصلا. مش بتحب التابع؟ مش بحب، يعني ماليش فيها، يعني حتى مقل حتى في تيك توك. يعني انا بطلع، بس بطلع اتفرج بلاقي مهازل واروح طالع، مش جوي، فاهم؟ فمش مش حتتي، مش سكتي، فما احب انا احترم نفسي واروح طالع وخلاص. هرجع تاني للفن وهرجع تاني ايوه للفن. ايه بقى يعني الحته اللي انت كنت عايز تدخل فيها؟ الله يخليك.